صار فيها يا وكيل بالله قرباع وش قرباع قوم ضعف يود ايه ايش تخبرها دخلت عليك ايه يود بالله واجه كنت فاتح الدرايش ولا امتحت لا اراديا امتحت فجاه كذا انكسرت ما انفتحت غبي لا ما انكسرت ها اللي قدام ما انكسرت يود عود بالله الحمد لله على السلامه شوف السواد محمد انتبه محمد هذا عشيه بس شخص ما فيش اخو ما لقينا الغاز محمد ايش بك لي ايش بك لاتوت لاتوت حطه حط العودان هذه فوق بعض يقول ما لها شكل الشكل اللي عندك اي هذه بحطها الحين لا بس خلها تعلق قصدي شكلها حلو منظريه ولد ها كنا سنه طويل كان البيضه سنه طويل قال اليوم يوم الراعي له اليوم العصر متى راعينا طويق احنا واد؟ ما ادري متى؟ متى؟ البارح العصر. واحد من الربع يقول اذا طلعت اذا ما ها شوف احد يتفاعل علي ها يلا خذ لك. شلون؟ واحد من العيال اشترى ليه. ايش يقول؟ يقول طلعت اليوم. ايه؟ ايش يقول لك؟ ما ادري نسيت ايش قال هو. ما ادري ايش قال. ودي اكثر عظم مساقي ولا واسع يطلع. اطلع. كهو. هذه الهقوة كان اختبار نجح فيه بعض الناس ما نجحوا فيه محمد يودي ايه واجع صدق ايش خلاص ايش عاد اطلع يا ارحب مرحبا ترحيبة المشي عندما افا هذا اليوم ايش يوم البران بعض ما لقينا الغاز البران مسمع ما ادري من جا قاعد يا ولد معرق جسمي تعبان اشوف تعبان جسمي كله جاك حمل كبير عليه الحرارة يا ولد قابع قابع سأل عندي بابران من عادل ولا وفي واحدة سألت في التاج تقول وين حمل طولة شلون؟ في واحدة في التاج ايش قال؟ قال وين؟ نشد العيال ايش اخوف وينه؟ ما لقيناه دورت في المطبخ امس مع الربع يدور ببيت الشعر يمكن حول ذوليك امس مع الربع خذوا بدون ودي اشوف محمد مناحي محمد مناحي روح نسأله دق عليه عندك رصيد؟ لا كرتون كرتون ما تولع ذيك ولع كرتون انا ايش؟ من دي ما يولع انا ايش؟ لبيه ولا ولع ذيك ولع ذيك ايه ولع ذيك حط لها طبع علني ولع جبه هنا وش هو الدفايه ذيك غاز وقروشه غاز موجود فيه يمكن فاضيه بعد ما ادري لا لا فيها صادق كرتون كرتون ايه تصدق لا للحين اني منقهر على السؤال حق اللبن شو اسمه الصميل الصميل مش السؤال يقول وش هو الصميل ما ثم ابو قلب ما راح ينفع ها وش قلت ما ضربت اتصال وش الجواب؟ صار ولا شو يستخدم الصميل؟ اللبن ولا اللحوم ولا الخضار ولا الماء ولا الماء ولا الماء ماخذ مساعدة اي والله اما المحاور اللي تمحوره وش هي؟ الايمال اللي يليلوك الايمال المحاور اللي تمحورك يوك طعمت بالله ما تعرف الصميل وش يا ولد سبحان الله ربي اخلفني في يا خير اخير خيره الله خيره كل شيء يصير خير ما هي زين الهواء انا خلاص تبت ثوان عليك تبت يا الله عليك شلون؟ عندي بداخل براي لك ولا عليك يا ولد اعوذ بالله يا نام عيني يا نام يا يو تبى تجدد بالله بعض الاشكال الوسخه منهم اشكال وسخه؟ انا والله خش جاكيت قم دور كرتون قم يا ادوس ايش هو به؟ ولع فيه ليه؟ لقيت ترى ما في كاس من تشيب يا شبها ولا خلها شبها ترى هي اللي تشبه كهو فهم تشيب اول يوم كان اختباره فشت ايش اسمه اذا جت صبت السطح عندي كاس ما طش ولا وحده جمعوا جمعوا كنت انزل 600 كيس ايه هذي كرتون 600 كيس اي كرتون يلا كذا انزل كم ب 5000 ما ادري كم انا قصدي اجيب عشان اشوف لا مو ب 5000 تشبه من ضوء يا حبيبي اي شبه ضوء والسلامه أشب ضوء شب باقي شب فيه عشان نجمع فيه نحرق فيها أراضي العماير وبعضها حطها على السطح عشان أمسك الماء هراك يا سمن تشب الضوء طول في شغال الكرتون بعد طيب إلا كيس سمنت نقول إحنا نسوي فيه أشب الله أنه يشب الضوء ها يا ولد سلطان شاري حدود 5 مدري 10 وين راح؟ وش هي؟ الغاز أسأل ما نشدته كانت مرصوصة في المطبخ رص الرص لقيتها أنت ما لقيت الروس هنا الروس هنا فاضي هنا الروس هنا أسطوانة الداخل
في غرفتنا همس جايبين همس. انتبه. اسطوانات. انا اقول لك حواسي وراي. اسطوانات داخل. امر حجي. شفت الغاز اللي يطبخ فيها الشاهي؟ ايه. اذا ما في غرفه استعملها الشباب. شفت سلطان هذه نهايه يقول اصغر القوم ايش خادمهم والله. كبير وسام ما صغير. ايش؟ كبير بقدر كبير عمره كبير جاهه كبير ابشر شعره كبير والله العظيم صدق الحمد لله هي رب الاعمار ما جلسها طوله معي. تحمل يجي وراك ما سمعت؟ تحمل البرد شايك بس نفسي غبي ايش قلت انا؟ اقول لو بلا ما جلس اطلع انا اسمع ترى بس استغبي انا طابت انت غبي راح يا ماني غبي طابت بسم الله الحمد لله وشكرا الله يرحمك الله ما يتقى شو رايك اشب لك في مواد هنا اقدر اشب ما اقدر اسويها قدام الناس وش شاي مهذل؟ لا لا داخل في غلط مهذل شاي سالم زكي لا لا هدايا لك جوري لا وجه خلاص خلاص شيء اليوم لا ما قلت قصيدتك المروح قعدت من النوم احتريه والله تحاملت اتعب قلت تحاملت اسمع قصيده انس انا شفتك ما انت يمي ما انت في الفورمه اللي فيها عندنا ما ودي اجيب شيء والطوره ما يستانس به والله لا هذا قلت مير خليها يوم ثاني ولا في الحفل النهائي اقصد له بعد نهايه الحفل والله يوم جهزكم سوالف والله والله العظيم وش شيء تقول لي اخلص امشي والله ابغاك ترابل امل المحاولة محاولة كنت بعد والله العظيم سهل المشكلة لا يفصل علي ذا خلاص انا الله والله سوى اسهلهم والله زين سوالفنا اليوم اسهلهم ليش سوالفنا اليوم والله ضحكنا ما سمعت سالفة مدير العام بس يا ولد بس 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 هذه من الحجرة من الحجرة بس انا اعطي انا اعطي رؤوس اقلام بس انت اعطيت الاقلام كلها مدير عام تعال لا هذا غيره تعال ساعدها مكسرات والله فنونك خلاص مكسرات ما بيها والله الحمد لله مكسرات حط لنا تقويم يا والله حط تقويم يا وش طيب ما تحط صوتك بدي اسولف اسمع دخل عبيتك وش افضل عياده في الرياض؟ تكفى الدوره اسمع ما اقدر دكتور محمد عمار على خشمي خلاص امشي تبدا كمل لي سويت والله عمار قول امين جار قول امين امين اي صح نسيت انك جاري انا والله ما انسى انا وش تنسى؟ عطى صوره منه بالله تكفى غيره والله ترى محمد لازم يدك ايش اضافه اقول بس انا ما ضمنت لا لا خلاص لا اشرح وش غاز تبي شركه حظ لا لا خلنا بس شوي دقائق بس خمس دقائق بس بعد ساعه لا شغلت عليك حبيبي امسك من قاطعه خشمك شبت يا رجال شبت لا بعد الناس وش قصيده اشتقت لك يا بعد راح يحياني اشتقت لك يا بعد حي وحياني اني لا يا بعد تلبيات تلبيات اشتقت لك شوق مع البلد بلسان شوق اللي يخلي يضوع القلب وش ما ادري ايش تبغى عليك اللي تواصلني وتجفاني ويمك اباهي وشوقي كل ما هبا يا مهرة تتسنى يدك يا ولد ها يا مهرة دخل يا عيال ايوه انس أناس أناس ترى ذا لازم توصح من هنا اشتقت لك يا بعد حيي وحياني لا يا بعد تلبيات البيض لبا اشتقت لك يا بعد عبره بلساني شوقني خلي ضلوع القلب يشتبن عليك يا اللي تواصلني وتجفاني ويمك هباهي بشوقي كلي ما هبن يا مهرة تنتنها من خيل بن ثاني صفرة تلمن بطون الخيل لقبا قالت تكفى بطلبك على شاي لحد رده
حبيبتين منك تنكت حبان قلت ابشري لو بغيتي كل ديواني لا يا بعد اللي من هبان ومن دبان انت هنا مسكنك في وسط شرياني وين جمري تعرفين عن دبنك جبن صورك رادار الوفا صورتي كفيني مخالفة هذا مكب عليه ما ولا شيء جوال حفر ما اعتك ما فرق اقول جوال حفر ما عليه اغلاف جوال حفر كفالة جن يداويني جوال حفر محمد ما قايل لكم لا تحمسوا السلام عليكم ورحمة الله وش تبي؟ أعزائي الضيوف أعزائي الكرام الأسود وجه الرد يا ولد مبارك شو فيك شادة ولد ناصر أعزائي الكرام أبتدي بتحية السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وخير ما نقول في بداية حفلنا لهذه الليلة هذا بساكت صلوا على النبي بيض الله وجهك كيف هذه الهقوة أول مشاركة أبو شبيب كاتب أمس 16 بيت عطني إياه أيوة بيت الحقيقة طرف لأبوك سرعة طرف لأبوك ولا ما تقدر تقول أنا عطى المخرج الأول يا فارس يا أنس يا وازع يا طوالة سلامي على شبة تجمع لك نشامة نشامة في ليلة قمرة وما حول هلا النجومي نجومي أومي أبو دويحز كنه الجاثومي نظاراته العاكسة تقول ذبانة تظليل فضي إلا الذبان لو سمحت تقول ذبانة الحب إلا الذبان تعال بحالي يا سلطان لا تحلف بالله على شو مكان هذا ويش حلاوة القديمة هذيك القوم حلاوة القديمة اللي تحطونها في الأعياد تقول ذبانة اللي تاكل نصهم يروح مع سنك معها ذبانة زين هذيك إلا الذبانة عندي أنا أردها خلونا بالحلاوة خلونا بالحلاوة ايش ده هات حلاوة زين ويمشي بندري بجوز الهند اوكي بندري اسمها وش بندرتا ايش رايك في الدب كرتشوني الحقيقي تابع انا ولا ايش ذا الزين لا انا ضل رجح ايوه بيض الله وجهك بيض الله هو وجه اللي طالع لي رالي لا ارفع شوي رالي لا لا تظلي فضل زينة الله شوف صورنا شوف صورنا رالي أنس رالي ارفع شوين ارفع ارفع يمين يسار شوين ايه ارفع شوين ايه لا شوين نزل شوين ايه يا حلوة حلوة المراية ذي صغيرة تصلح أنس اها اشربة اشربة وكلين يطلع معيون كذا يا حلو اني اكل فصفص هو اللي قال السالفه هاي يقول جبت مكسرات من اللي قال السالفه هذه من مكسرات قال شخص لديه سكسوكه ثقيله ويصبغها في اليوم اربع مرات تدري ايش قلت له قلت والله لو طلعتني كوفي شروم يقولها قال لو تقولها بجي اخنق انا كم الحلاوه زينه كمل عشاء حلوة يا الربع هذه اللي فيها حموضة شوي كذا صح؟ اوه لذيذة لذيذة يا مبارك كيف ها؟ والله يا رب العالمين انا كان يجيني حلقوم من اذربيجان ايه ما اسمع تعرفون حلقوم؟ ايه ما اسمع من ملغم شلغم حقوم حقوم والله شكلها هشة حلوة حلوة قال انا ما تعرفني والله مقاطع بس يلا تسمع يا بس مقاطع تسول لك زي ما شكلها لبيه اطلق بس هاي اقول زي ما سمعت من ملغم البارحة اليوم جاد تحت الهواء اه بعد المسوم بالبرنامج طبعا ما تعرفني هذا مش ليش طلعت هذا مكوب يا مويه في المدرسه كنت صغير تكلم لنا جاني واحد والله غرق طيب مش عارف السلطه ايوه قال جلست فتره يوم صرت كبير جاني هذا اللي ضربني اول اي كذا يتكلم يقول يوم جاني يقول هو يمشي اكبر لا يا رجال لا يقول يقول واحد وانا في الابتدائي يقول احنا في مجلس وعرك قبلي وطحت يقول وراحت السنين اي وجاء ذا ولده معه
ومشى قدامه، جاء ولده يمشي وراه وعاكف وطرح ولده، هو يجيني قال ليش اضرب الولد؟ ليش اضرب ولدي؟ قلت له انا موصي عيالي على الحركه هذه ان ياخذون حقي منك وبطرحه مره ثانيه. طلع ما ينسى يا ولد. يا ولد ما ينسى. انا زي الجمل مع الضلع. تعيش الضلع تعيش. ثروه. والله برد. تعال عندي تعال. والله طلع ما ينسى ما شاء الله. تعال عندي. لا. ما شفت شيء. والولد المعيري. وش يقول شو النهار؟ اولى بعد نفس الشيوخ. والله يضحك ذا السند هذي. وش لا؟ ضلع. ليش هو راح نام بدري؟ لا والله ما والله ما زور حلفت الله يكتب له الخير صح مقصر يقول بندر اكبر لا 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 بندر يمشي ولج والله قال الله يجزعك انت ويا بندر في زاويه مع بعض صدق كذب له اعطيني المركز مع بعض خله ندفن كيلات خذ عينت الطوال هاي يجي انا بندول من مناحي واحده بواحده حجم 500 ماما ما ما عاد ما يضر مو مايلة مو واجع يقول عم ينظف حس يقول واجع يقول حس برز نقع مثل رز لا حد يشرح يا عليان يا خالي يا ابو خالي عليان يلا هي اللي كنت خالي خالي يا وجع يقول يا وجع انت خالي لا قلت كنت خاسع يا رجل وصل احساسك يا على صوت صوت عارف تجيب رجال مزحه انت عارفك لا محاور بين يا رجال بس عز عبي بين المشيط انت تجيب رجال مزحه يا ابو شلا قبله مجرد يا لا حول ولا قوه الا بالله يا ذكر تعال محل تعال محل كيف لا بسرعه خله كيف كيف شو شو يقول رجال مزحه شو يقول يا رعي يا محمد يا محمد هذا لقيته عندي بالنسخه تمشي على جنب عندي واحد نفسه نسيت اول نسخه تمشي على البوست اول شوفها محمد وين عيال هذا سلفت من واحد من العيال الله عز الله انا قارن سلف وكل شيء سلف حتى الثوره ثوره كان سهل ايه شوف هذا عيال لازم اشارك معكم ايه اعلمك النظاره نظاري سروق نظاري نظاري فوق راسه ذا مين حق الكوت حق لا بدا حق علي الشمراني بدا انت هذا حق فعلي هذا حق علي الشمراني وياك خينا واحد اي هذا كله ها كله هذا كثير شنو جيك هذه من يا شنو انت تطلع من الكفاح بروح احنا من الحين الساعه 3 شو طفل اللمبات يا جنبي شو احمد هات انا اطول لا هلت يا ولد هذا صوتي اويلي خربت عليا شكلي اشتغل مهيله يا اخي كارزي على محطه سريع ارحب الله يحبك يحب يعني محمد تعال تعال تحلك ترى هي عند الضوء تعال بيجي بيجي انا ما اقدر اتحرك انا اقدر ما اتحرك انا انا يا ابوي انا عندي لا 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 علاوي والله اللي قدر على تعال الله علاوي علاوي لا 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 قوم قوم خلاص هنا هنا تعال هنا علي تعال علي 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 تعال ارجع ارجع الحق وصل ان شاء الله ربي هداك يا رجال يلعون من الحلوة الحجم من ابوك وامك كلها شو يقول حجم على سعيده كله مولك خذ حب مع ادب حب وضلي وجهه ما وجهه جاء من الحب الله يصيبك ما ترك حق حب الحب الله يا رضا ايه انا قاعد اقعد عندك يعني بحط بحب طيب ايش جنبه ايوه يلا شاي شاي وشاي اي جبت ولا شنو يا عذري ام الخباز يا ناه هذا ابوك شايب والصميل ما يعرفه هذا ابوك صدام بغيت اقوم اولع مسطه بغيت احط اجو ستيج يا رجال حي جوت لبعض الناس ما انا تقصدني انا ولا اسئلتي هذه ضاع احلى سؤال استغرب من يوم كذا والله انا كذا وفوق اللي كذا صميل ما حد يعرف الصميل السؤال اللي شريته انا جاوبته سهل لا سهل هي قلم قلم من القلم هي مزمن يا رجال اقرا القلم اول ما نزلت على صوت لا لا ما اقصد القلم اقصد الثانيه المزمل لا الثانيه المزمل اللي نزلت متقطع المزمل هذه الثانيه كان عند خديجه مدثر يا خالي القهوه يا بعيد اني ما دريت يا خالي عليا طوكيو ارحب
لا علمك. نزل 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 يا خالي روح داخل عشان البرد. ايه 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 يقول يقول أنا ايه ايه من شيء قال يا خالي ولا ايه ايه كلام الله صحيح يا خالي ومتى بعده المشكلة وين الفناجي أبا يا خالي لا عود عود هنا أبا يا خالي الأيام وازع قام عنك الفناجي وين عد هنا ولد وازع قام عنك عد عد بعد الفناجي وين أبا أجيبها في بالمسجد داش داش المسجد ليه المسجد داش كاسات بالمسجد ليه شو تسوي أدس عشان لا بغيتها لقيت أنت صادق إيه والله أنا شايف الفناجي يا ذاك شايلها أو مدينة أو مدينة الفناجيل القزاز دي الحدي الفناجيل العادية دي ما هي ورقية تدري وين يدسها الكراتين فوق حق الطاوة الكراتين الفاضية اللي حاطينها زينة الإعداد إدارة حاطينها زينة فوق يحط فناجيل فيها إلا العمال إذا جاوا وحنا يسلمون لك العمال يسلمون لك ما قصدهم سحب على السالفة لا مو مسألة ما قصدهم الفناجيل الحك أموره والله ما أدري وين تجيك ايش يقول؟ يا سلطان من يحس بالسيف ما قصدهم الفناجيل يا قصدهم الفناجيل ليتك والله ليتك والله انك اليوم وش اصوى كلمة قل له ليتك وش هذا كلام سالي الخوة اخوي والله لك الله لا يوفقك وين اسم 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 ما اقول هم عنده سالفة ما خلص ما وين الا يقول خلاص دسوا ما له خلص خلاص خلاص هو يعرف كل شيء اصلا والله ما خلصت يا حاضر لا والله وش سالتك وش يا علي علي بعد ها قلبك ما جبور علي ما هو شيل مراتك عندي 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 يا رجل شوف جرب جرب البس النظارات مو جاي ما ادري حسيتك مع الصبح البس خمس دقائق استانس اذا حطيتها شوف البسها شوي خليها تطول عليك شوي اري سلطان اري اري ما جلست برا في البرد وين الكراسي ذيك؟ اشيه اري اري تمره اشيه أنس أنت قبل سألتك ماشية ماشية راحت سارت تدري وين وصلت هو قال إنها تعدت مزحمة هو قال حط يقول سبق البندر على الجنوب الله خير أبو شعوب الله أشتغل في سؤال عندي عليان وأكل سلطان إجابته جاء عندي قال إجابته كذا قلت اسكت ترى كم أنت سلطان إبراهيم إيه إبراهيم يا أنا حطني هي هي السعودية 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 واليابان أكثر أنا قلت اليابان سؤال طحنية لا في واحد في واحد يقول اليابان ما هي من آسيا بغيت أطنة عزوز يقول اليابان ما هي من آسيا يقول اليابان ما هي من آسيا قلت يا ولد صلي عني فيه علمني ما شاء الله أكثر واحد يجاوب اليابان بالحظ قال لي قال لك عود عود يلعب بنظره سحرنا ما رقدنا الزع طفوا اللمبات هذا عين خير ما انت احد ما يبي الخير عين طيب خير خلاص عين حي الخير يقول مثل صفيه في ثمان راح مع المكاتب على طول حي الخير تمر ما ذيك دقيقة ما تبغى ما تبغى ديدي صغير هذه يا زين هاليد مجي عني والله أنا سوين عمالك حقين حلاقي بقدر السلام ما اسمعك أبو نظارة عمالك حقين أدري فرجان دبوا طحينية خلا تجيني القهوة تاتيك خلاص بكلم القهوة الحين جاز كريلتي جاز كريلتي حق صاحب زين جاز كريلتي أعطي فرجان أعطي توكس حقك وقفي اسمع مهروض قاعد لا مرجان والله ما احلى والله مبروك ترى اليوم انا من قطع شهر لا غير كذا هواشي ينشل مخلط العصر والله ما تبي انا اهم شيء لا تفكرون فيني عقب خط الكاميرا الرابع تبغون نناقش ان المنقدة ودنا هناك والله قاعد نهدي بالنص على الهواء ما قلت في الصاد اقول انا ولا خلونا في جهه لا ترى كذا جالس اشوف صرت انا وانت هذا هواء هواء بديتك خلنا اقول لك صوت انت خذ شيء بتقول هذاك فروتي لا اي طالبك اني طالبك اني طالبك اي طالبك يو مش طالب وين يا المجرب من هو المجرب انت المجرب انا المجرب من هو يا لس انت اتقدها لا عازم خاطرك قل الحمد لله الحمد لله أعطيك أنا نواف شو يقول الرجال 70 يوم وش فيها علي سبعين يوم أتحداك لي من كلماتك أنا شاعر وأعرف قصة الشعر من وين يجي سلطان القصيدة اللي قالها وازع اليوم يا الربع تقوى من كلمات من
اتوقع ابو بكري انا شاعر واعرف الكلمات واعرف نسج الشاعر ونسج الشاعر انا اقول مناحي صلاح الشاعر الشاعر اليوم سلطان لا كان شاعر كان شاعر انا بجيب العلم لكم من علي انا بن متعب هذا نهج علي بن متعب انا رايتهم بهذا صح ولا لا قول له قام صح عليك طبنك يا علي سويتها واجي اجل انا اعطيه وانا عند الباب واقدمك انت داو شديد اللهجه ابشرك من يوم خشيت القناه ما كنت غير لا باس يا وجهي لا باس بعد ما تبي اطلب منك تبي اطلب منك قصيده يلا سمعنا قصيده يا علي يلا عارف حق الشعراء لا لا سعود لاقى الفرت من هو اسلم ها سلام بلا يا ربع شاكم بدل اللي حكرتها صح والله ابو متى الله وجهك ناديت ابو متى بس قلت زل القهوه بس وجبها تقهوى من اول ما تحسيني انا سويت القهوه تقهوى علي من اول ضبطها صح لو نبداك علي والله ما يضبطها علي لو نبداك والله ما يشربوا من القهوه لين ما بكل مره اعطيني يا اخي خبر اقدع يا ما عندهم تعشين نادر سمعتوا ولا لا انت عشيت عند الاسبوع الجاي عقبونا فنجان لا يا ولد الصغير يا ولد الصغير يا ولد ما عاد تطمن والله ما عاد تطمن والله ما عاد تطمن قضي ما يرتاحون تجيبون مسعد خلاص عيال قهاف ما انا معك انا ترى متعب معكم انا هذا وجهنا عاد جيت ذاك المشرح بعدين خلونا على العشاء اخر ثلاث الناس وش ذا ايش العشاء متاخر الساعه 1:30 انت بس حوجيكم انت لا انت ولا واز ولا بدر ما قلت ورجي من اول ما قلت الحمد لله انا قوم بس الحمد لله هذا قوم برد لبس فرو طيب لبس فرو تعال مرتاح ايش اللي حاد يا اخويا ايش فرق على وش صفر والله انا بجي على دف راس قبل شماق لا يا محمد ده محل زين انا طالب انا هو مستدير محل زين قاعدني طالب والله الحمد لله داف يا رب انت طالبه والله وهو مدرسك اول ما جيت كان والله والله اذا محل زين ترى لا لا يا ابوي لا محل زين تعال 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 قطعت الاحبال انت كره داخل كره داخل الرجال وراك والله جدي والله جدي الله يصيب صب الشاي صب شاي يا سعود صاحب الشاي عيني يا سعود صاحب الفرت مني وانا يا سعود وانا يا سعود حمود رسعود هو مامور مني وانا هنا يا سعود مامور مني سعود سعود قال لي سايق الفرت من هو سلام واللي معي يا سعود بالفرت مني انت اللي هو الخفاق يا سعود من هو وانا هنا يا سعود مامور مني ايش رد عليك ايش رد عليك ما رد عليك ما في شيء ما رد عليك بس قال انا احتميت الموقف على ابو شقرا هنا وي يوي شنو الصبايه احتميت الصوف امسك 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 بارك الله فيكم وش هيك احيي والله ما نام لايم محمد ترى جلس والله مسمار دخل والله كان جلس متى عرب النازي العصر اي مراح منين جاك انا دخلت يا ولد ما تخفيني لا ما تخفيك ليش الحمد لله حطوا انا والله ما دخلنا في واحد شخص بس في العالم واحد كله والله رواق في الشمال ما مسك مكتب فارس قد نزلت هو حطيت هذري يا مدير عام والله اليوم جلس هو بعد الفجر شدي بعد الفجر جاب شاره حطيت اليوم دخين اي دار بس دار خير اديك تلعب بك الله يخص في شباط ايش يعني شباط ما ادري كان من ما تدري من وين حاطه ولا بايشه انا قريب لا حول ولا قوه صب شاي 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 يا بارد شاي منك اريد شاي انا ايش كم الساعه جابتكم الدنيا عندي قلت لكم الساعه كم ساعه بس بس الساعه يكفي 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 الساعه 3:15 شنو هذه يا شيخ الربع ياكلها 3:45 دقائق 4 دقائق وتاتي الى 3 لا لا ولك هاي الشاي زي انا مخدر عديل ولك هاي يا جماعه منو هاي مسوي سويه يابا عليان عليان هاي عليان الشاعر عليان الشاعر المخرم شاي عراقي عراقي انت كأنك من شلون عراقي انت من الزبير يابا شلون تحكي انت من الزبير ما جبتها والله عراقي اسم منطقه اني من بغداد وعندك تكريت عندك البصره انا من البصره ها راح البصره من شان هاي تدري منين هاي هذا من الجندبه ولك يا ابا حياكم الله ضلعي انا قطر يا اخوي انا اشتري اغراض الشيخ سؤال جاي من هو مبور من هي صديق العضل او دخل في الدولاب انا صديق كان حساب
اخو ميل العيال حقنا. ايش مالك؟ الامور طيبه والامور مستبه ان شاء الله. اللي بنجال معي تقهوى. تقهوى لا تقول اللي بنجال معي تقهوى. اللي بنجال معي تقهوى. انا حط فيك امور كبيره صايره في الاخير. قال انا ها بنعطيك واحده منها. لها ازداد طيب طيب صب شاي. شاي شاي ابو مدحت شاي الله يرحم والديك شاي. ما صاير ما يسمع. لا سج والله. قال احنا سج عن موضوع احسن لي. رغوا ولا بدون. شنو؟ ها؟ رغوا ولا بدون. قال ايش تستمتع؟ اصحى فوق. روح 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 روح. اويلي. اويلي. اربعه. تقهوى. فيها فشل. سانس على الشاي. تقهوى شاي. لا لا تقهوى. خلص الشاي كله. طيب يا ابي. اي كلمتها. طيب انا كلمت يا سلطان. شاي شاي. الربع. ادري ادري معذب نفسي. ادري معذب نفسي من اليوم. سجلت منها يا ولد. الله يقلعك. صدق نار. سجلت منها يا ولد. والله يبدا على خاطرك الله يقلعك. والله يوم لا ساعه تدور في بالي لازم اقولها. لا ابو الكتمان يا شيخ. انا رغوه واحد رغوه يا زلمه. رغوه عشان هيك عشان تكتب هذا. حلو خل بعد. عطى خل بعد سلطان. لما ناخذ قصيده كذا. سلطان نبي قصيده لا راحت ولا جت. لا راحت ولا جت. جالسه يعني ما تحرك. هذه ما حد يسمع. ابي شيء قوي. يا ثقيل يا سلطان. ابشر يا ابو شيب ابشر. يقول اسلم. عطنا شيء شيء عيار قوي. ما بعد قلته. شفته؟ والله وجعك علي. والله اعوذ بالله. يا الله وجه من يشري البكار كل بكره ورا بركه يجيبها بركه كل بكره ورا بركه يجيبها كل بكره ورا بركه يجيبها انا بس فطيه لابسها هذه انس راس اليوم وجهه والله انس اي تضحك من انس سبحان الله انس القلوب شواهد القلوب شواهد ومرزان القلوب شواهد محبوب القلوب شواهد ومرزان القلوب لا والله والله انا كذا الطقم والله انا لازم الطقم على الشمراني خاطر تقبع بينهم والله تصدق اسمع الله فيك قبول لازم قبول علي يا اخي انت قبولك ما شاء الله فيك قبول وفيك عطى علي عطى ولد هبريشه هبريشه اسمع 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 شوف الجهه اليسرى كثر براحه باقي انت وعليان ووازع وفارس وفارس احنا احنا الصف الثاني ترى انا وياك يا ابو مش انا وياك الحوش الرجال على بعضها انا مسكن الصف انا مسكن الصف ردهم اما فارس وقاعد لك من 90 هنا يا 90 يعني 91 يعني يعني اسمع يعني الحرب بين عليان ووازع لا الحرب انا اتوقع الحين الحرب انت من جاي من الطرف ذا الطرف الجاي من الطرف ذا من زمان ما طلع من عندهم احد يا ولد اي والله احنا طلع عند العلماني طلع من عندنا هزاع طلع من عندنا اثنين احنا طلع ركان طلع سالف فيصل وباسم شو طلع من عندنا طلع اثنين افضل ولا طلع منهم طلع اثنين عزوز صقر و نواف الروقي بس نواف الروقي لا لا اسبوع عدي طلع واحد من عندك ودي بواحد اخر واحد على اليمين تحت الله يصير علي الله يقلع علي انطلع علي انطلع علي ابراهيم قفلنا القناة ايوه هذا برامج الحين يستاهل نقفل ابو سعد فزت فيها يا سلطان سلطان فزت فيها فزت وين سلطان ماكول قصه جا هذا مليون ايوه الحمد لله فزت هذا مدح اما علي يا يجي لا اله الا الله فالصوره الواقع كلها جميل ثاني قصوا يا الربع نزل نظارات نزل نظارات نزل عشان تشوف صح عشان تشوف صح ما شاء الله ما شاء الله يا ولد لا اله الا الله الاخلاق حتى بالصوره بالصوره مقدم اخوانه عليه هذه الاخلاق تدرس يا علي شمران ما شاء الله اما مناحي لا اله الا الله وين وين مناحي مناحي كم عارض ترى في المقابله مناحي يا رجال مناحي لا اله ولد عم نظل نتسافى غصب ونعم ونعم هذا ونعم من زمان ونعم ونعم كذا افغاني ونعم حق وزوكي غيره ما تجي والله انا اللي خربت صورتي الله يسامحهم اي والله غير اللي وراك نعم شافني ابو شبيب حتى وش ذا الجمال وشو؟ تقابلنا من المقابل وش ذا الجمال منين جاينا؟ قلت يا دخان قلت ايش ذا الزين ايش ذا الملامح ايش ذا الاخلاق الولد هذه راح تعمس وقت تعطيه واجي له قال ايش ذا اللي يبغى يغرر الله يصيب ايش عندك جانب بندر لبك عندنا بجنب ايش فيك عليان؟ انا شب النار منهم وانا مامور ومالي ولد يصب لي شاي يا ولد المزردي الو لا ما شب النار اليوم صوت عطى عطيني مقاطع عطيني مقاطع عطيني مقاطع عطيني مقاطع يا طواله عطيني مقاطع يا لا خل الضوء كذا عطيني مقاطع صبري شاي اذا ممكن اول سلطان فيها حيان صبوا الرجل يا خيان له ساعه يا سلطان
وكنت تقول صب شاي وتالي صبيت اعطيت بغيت تعطيه علي قال ما ادري منو غيرتك خلني نسيت. تمام تمام والله يبغاك عشان عدل هيك عشان تعدل هيك عشان تعدل هيك عشان تعدل هيك عشان تعدل هيك سوف يغم علينا بس انت تعرف تشيلها ست جولات ما هو منه الا مني والله الا مني ميستنك عندي تذكره مويه تشرب علبتين لا مشكله تذكره مويه بس عندي ترى ما عزم يعني بيني وبين وقت خالد علي راعي محل شوي انا راعي محل طال عمره لا لا عزم راعي محل انا عزم معبود علي غيره عزم انا في عزمك عزيمه خاصه عزيمه خلاص علي خمس عيال مين يا غالب كل عزم الرجال كل عزمه لو مره ليش كيف تروح يمكن عاد ندي علي ترى ترى شران انا راعي علي علي راعي محل راعي محل دي هذا ضبط نفسي ابو مشعل ارتك امرك كاك طال عمرك في الدنيا وفي كل عمر طيب ارتك ابو مشعل انت بترد ولا تبى ارتك ارتك ابو مشعل ارتك ابو مشعل تصميم ما ودي اعورك يا ولد لا ما تعور علي مثلك علي مثلك علي مثلك 10 على السبت الله يطول عمرك ان شاء الله يلا ارتك ابو مشعل ما ادك غيرك الله يكرم السلطان والله اني اعطيك نظره لا تخليه افضل اللي واخذ حقه لا مرحبا ابو مشعل مرحبا انا الحمد لله اليوم اليوم الخيرات واجد حلوه لا رجوعي من ابراهيم الحين مرتكي علي ابو مشعل ومراكيني الطواله انا ما عاد ابغى شيء ما عاد ما عاد ابغى شيء ابغى شيء من البرنامج ما عاد ابغى شيء من البرنامج ما ابغى شيء من البرنامج اتخلك والله العظيم وجهك طالبه العجه وتوم زينجش ريزفلت بيزفلتون عندك كيف يبيك ارصفه يبيك ناره من تحت العيون لا اله الا الله لا والله ما يشبالك ما يشبالك الا البريق هذا اللي قدامك انت كانك كيس رز مليان ما انت كيس انت كيس فاضي هذه حلوه ما انت كيس فاضي والله انا ابغى اتعدى ري الحين يبون فرقاك شوي السلام يبون فرقاي ابو قوم اه ايش دعوه انت حالاتي جلسه طال عمرك اتمنى اقوم يا ابو طوار ولا اجلس ابو طوار لا والله محلك الله يطول عمرك احنا القايمين وانت جالس طال الله يرفع قدرك قدرك ان شاء الله اخلاقك اخلاقك تدرس لغيرك والله العظيم غيرك يتعلم من اخلاقك يا علي تعرف تشتري علي بغلك لا لا على هو اسوي لابس نظارات عشان كذا قدر انت علامه خليك وجه والله وجه والله دق لي بريك طاق لطمه شو قلت؟ بريك طاق لطمه مو زين مو زين اول مره انا استغطت فيها انا الحمد لله امشي عندي ابو مشعل انت اخذت غطة عندي مشعل وابو فلاح اهم شيء عندك وشنو؟ ابو مشعل اهم شيء عندك التاق ابشرك وسط 19 الله يبشرك بالخير الله يبشرك قبل مشعل خلاص يلا خليني اوصل 20 تطلع بلاش ها؟ ها؟ طبعا معك مليون واحسن اسم عندي اسم كت كت يا خالد كت فاصل يا خالد كت اسمعني فاصل يا خالد فاصل تعلم كت مكسر فاصل فاصل كت 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 كالت الله يبلاك يا ادم اكرمكم الله كثر الله انا اتكلم انا ايش مو مشاره يا اخي والله بنت ناس واجدين اسمهم مشاره قال لك لا شيء لي بكره احنا مو لا مش منو خلوها منو مكسره كوره حلو من تولدين الله يعدي او ذا عاد بيشغل الموتور يروح جوا ياخذ يمه يا ما تروح ماشي يا ما تروح ماشي مامور ملي هذاك هنا وهنا هنا بعد مامور ادينا مامور منهي بعدين تعقل خربت هي خربت ما خربت هو متعب بعلمك الى تبي ابى بس ابى تحطني على انا بشرح لك بشرح يا واو يا اخي بشرح لك بشرح لك بدل انا اشرح خلي اشرح احنا في مسابقه هنا مسابقه ايه سو هاي لا تسوي هذا ما في عندنا لا ما يمر يا اخي قال لك انا اخذ الجوال دخلت اخذ الجوال ها قال تاخذ الجوال صح ولا كيف قال لك لا تستعمل الجوال دخل الجوال هو امرك لا تستعمل الجوال دخل ما امرك دخل لا ما قلت كلام انا شاك في عمرك شاك في عمرك اي خل حسي عنك الكلام الزايد ما لي في ليش انا زوال كانت عقدي يا اخي حاول انت بس كانت تعاقب هذه شنو كانت تعاقب طالب باعتذار اعتذار ايه خذها كاش بكره يستقبلني تجيني وش معنى انت مالك كاين انا شو معنى لبسك فر ولا لبسك شيء انزل طلع انت سالفه اصلا انا حاول ما اسمع يا ريدي قوم ايش معنى هذا كذا يعني ود الدلع طالع عيد قهوه اللي بقهوه هذه معناها هذه معناها حدك تصب قهوه لعبت اطلبه هذا حدك تصب قهوه وقعدك بعد دلع
يا سلطان عدت فيك اضربي اضرب اضرب اليوم انك ما طلعت ايوه والعذرب الثاني انك براكيني انك براكي من حبك شنو؟ حب السلطان راضه راضه حبها راضه راضه حب راسه حب راسه حب راسه حب راسه اي قال ما انا ينزل التاك ما حب له مقاطع ينزل بس يقبل عاد هي في عشي غصب يجي في الغرفه يا شيخ كمان ادري ما اخذت تاخر لا ما تاخر يقدم عشاء اي لين عندي شغل احنا عاد ادري كم صدق يروح عاد له بعد البرنامج وين يروح كل سبت؟ ها وين بيروح كل سبت؟ خارج يقين احسن يا اخي تفضل معه ها مو يسوي بريمات في البيت عنده برايم يطلع ولد اخته يطلع حمام مقلط في الصاله كذا بس يصف فيس تعال سلطان سلطان والله تجي والله انا لا لا تعال حلف لا سلطان والله ما ادري دك بحلف عليه دك بحلف عليه دك بحلف عليه دك بحلف عليه انا رحت له رحت له ثاني نشد عنكم بس يوم جيته قال انا بدي بصبر يتعود على الدخان قمنا جنب حلك خلاص انا قايم تعال بجي معك بجي معك تعال ايه سلطان مع سلطان دامك طلعت من علي لا تضيع من الطوال عند الطوال عند الطوال قال يقول كم الله يقلع بيروح يجيب جيل السلام عليكم من هو اللي يروح لمن؟ من ها؟ من هو؟ قلت له داخل لا تروح ترى وين؟ ما في يعني باص طيب نوريكم توقع النسخة كم عدد الحين علموني 14 حط الله يعوضهم بالجنة حط 24 كاسة ها حط والله ما اصلي بكلم عادل قال لا لا والله كاسة حس بالرز يلا والله اقعد يا ولد والله انا قال يجينا والله انا في دخان لا 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 تعال ازيل والله شدك يلا محمد بندر تعال تعال انا بروح لا لا تروح اي طال الله ضيق علي انا جيت قطع رزق قطع رزق انت ما يعني يا هي احنا اشوا هدفا ما هي هنا؟ ما هي الحوارة؟ انقطع رزقي ولد ما رجع ما هي ابوي هنا هذا حوار مجرور ما عندي ابوي امه نافرته يلا حي بدو يحس والله احلى ما يكسر ولا كان سلي يلا حي بدو يحس الله يبارك شلونك؟ شلونك ابو دويحس؟ ايش دعوته يقول اول كنت اقول يلا في رزق الحين يقول ايش يلا في تصميم؟ يلا تصميم تصميم مين يقول؟ يقول قال اذكار الصباح واذكار المساء صدق يا قال رزق ما حسبناه حساب ولا قال سرحت ترزق الله عيل ان شاء الله مكسب سرحت ادور التصميم الحين تقول يلا في تصميم ولا تصميم؟ يلا بدعم يلا بهاشتاج حلا يا سلطان مبروك الحلا يا يلا بهش اول مره ادري ليش اتفرجوا خاوي الله يذكره بالخير عذر هذه المره هو عنده طبيعه ثاني نواف الى الى قد مستانس يطقطق على كل شيء كل حاجه الا دافي دافي هنا انا شاف دائما يفصل اهل الطواقي اي واحد عنده طاقيه ولا شوف طاقيتي احنا نشوف عليك طاقيه قال ما شاء الله زين طاقيتك واذا انا قال مبروك الطاقيه عمر ياخذ على الطاقيه خل اجو المهم عندهم السوداني تو جاي السوداني شيب كبير على النيد جاه اليوم الاول قال مبروك الطاقيه السوداني قال الله يبارك فيك يا عم يحسب انه يبارك لي صدق من جده جاء اليوم الثاني خلاص نكلمك من جده مبروك الطاقيه زول قال الله يبارك فيك يا عم يا جده المره او كم يوم قال مبروك الطاقيه كان يا اخي عمي هذا قديم الاول قلت مبروك مين جديد لا 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 سيبارك لنجد
طيب يا حزت قال لك ان سالفتك بيض بيض الواجد بيض مشتو مشك سوكا بيض سوكا يا اخي شوف السوالف اللي ما جا فيها خايسه وزينه الزين ما ابن شايق الله يرحمه يقول لو بعد الاسواء ما طلع اللي حب ذوق اكثر عندك واكثر بدي لو السوالف كلها زين ما عندي طعم لازم واحده خايسه واحده زين انا ما اطلع منك الا كل شيء زين طبعا ما اطلع منك شيء خايس انا ابن ملحم يقول كل لك حلاوه طال عمرك على كيف كيفك حلاوه بالبطقاق ايش تقول لما انا اسمع هو بس 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 نوس بس والله ما اكل نوس ما اكل يا مسلم بس يا ابوي بس تردني ما رفع اشتاق عليك بس 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 والله عشان حلبك ها بس ما ابي ما ابي يا مسلم طش النعمه حيو الحمد لله عطى حبيبي هو عطني اعطيني عشان يلا العته على الرجيم والله تحلب الحين والله تحلب ما تحلب ما ابغى ما ابغى سنوني تعبتني والله ما احب الحلويات انا هذا لعب ضروسي ترجل ضوشي عندي انا السبي لا بس ما اقدر اخي الضوء عجبا يا رجل مشاهدة عجيبة الله يحيى عنك تفكر يا صاحبي ادخل مع جو شوفيني برك الدنيا شوف انت تفكر يا ضو شوف منين تطلع شوف كيف الله يطلعها سبحانه وتعالى من حظه مصدر ما انا مصدر ما حد فيكم قد جرب نوم تطبخ صح؟ ما هي بحلوه ما هي بحلوه ما هي بحلوه بالضوء والله محتاجين نعرف اضبط على التعب والله انا زينه خاصيه عندك شيبان داري مو مخلينك في ناس لا والله خطر مخلين الضوء تقربك خطير يا اخي خاصه اذا كان مكان مغلق تدري مشهد اعطيك هذا خش ما يدخن ذا يا ناس تطفي قامت تطفي شبوها زياده ارقد جوا يا ولد برد ها ارقد جوا اخوانا حياتك يا رجال انا رحت قطر فروتي كانت على الكنب عودت من قطر ما ادري هي فروه بالضبط والله ما ادري هي قطع عقد على كليب ديك اخذناهم من الانتهاء انت بين وهي كنت في الثغرة مرت في البارح على الملا ما انا فيي الا طبعا انا فيي بنية اعرف مفرق فيها والله مايكي اعرف مايكي انا فيها والله مايكي مش لحظة ما انه نو لايك برمس دود وزوزان كان برد ولا احزان الحمد لله الله الدفة صنيع دفة قاعد الدفة سلطان هدو دهو يبنى قصة قصة مي بي اعطاها التمر خليها ياكل وقتها انت تعدت الساعة 12 ودويحس الوقت الوقت جيت اربع ابغى اروح اتروش انا بدا الساعة 3 وانت ما رقدت دائما تقول بعد الساعة 12 يا اخوي عندي مطبخ ظهر القوم كبرايم ما والله انا انا احتياط كم عبد رايح استراليا ايش تقول انا؟ انا طابخ اليوم انتو نواف انتو علي ومن معك ضدك هذا كان معي هذا ومن مناحي كان معي ابو شعبه انا طبخت اليوم مع الطواله واليوم بكره ما علي من يوم الاربعاء مع ابي زيد الله يستر عليه الله يستر عليه يوم طلعنا راح صوب ابو احمد سلمي يا قد يبكي محمود الحارس بالله عليك يا اخبار الله يبكي قلبه طيب والله كم ودعنا خذ جوالك والله انا ليك انا انت احب واحد عندي في القريه هذه عجيب الشايب ذا شوف زين الوقت انا عندكم من عيالي سامحوني القصه زين الوقت تلقى يدعي وكثير ما شاء الله عليه سامحوني حصل شيء ولا كذا انا مسامح ابونا قال يا اخي انت احب واحد احب في القريه مع احترام الجميع انت واحمد الله توفق ان شاء الله صالح يا عياله متى يوم زاد ايه يوم تعب واحد من العيال قريتين هنا في الحوش ابكي واحمد يوم تعب مسفر ذاك يوم تعب مسفر ذاك يبكي قبل اسبوعين جينا في الحوش ابكي قلت واحمد ايش فيك؟ قال اخي ما اعتبركم الا مثل واحد من عيالي هم صافي صافي قلبه 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 شو حلاوك لا اله الا الله الدنيا الحمد لله العافيه الحمد لله العافيه اصلي كم واجي علي انت تابع كوره واجيس علي تابع كوره ايه تابع كوره يعني المنطقه كلها لا لا قصدي من اول من تابع من عصر ايش لا
متابع من وين؟ من اي من اي سنه؟ من التلفزيون؟ لا لا من اي سنه تتابع قصه؟ ها؟ تعرف يعني نادي الهلال تعرف الانديه اسامي اللعيبه؟ لا كيف؟ بس كذا تجي كذا صدق والله الحين لعبت مستوى وسط يمكن تسوي تعرس اسمه؟ انت قول لي عندي بطوله عندي مجلس المصري ذاك اللي يقول اتحداك وش السعودي اسم صالح اثنين اتحداك وش اسم ابو عيسى مريم اسمه ام عيسى مريم لا الا ايش السؤال ام صالح ام عيسى اتحداك وش اسم ام عيسى مريم اوه اللي جاب اسم من راسه يقول فاطمه هو تحدي على البريال يوم قاعد شوي قال ايش قال؟ ايه قال تعرف اللاعب محمد عبده؟ لاعب سعودي محمد عبده قام تصور معاه بالملعب والله يا ده محمد عبده كم تكبير هذا الاخضر لا لاعب انت عطني تعرف رابح صقر؟ يلعب مهاجم رابح صقر ايه لا لعب ضد البرازيل عام 1420 ما تعرفه؟ لا تزعل يلعب وين؟ يلعب ضد الايسر مع من؟ مع الفتح من؟ مع الاتحاد تحداك تعرف فين يلعب واي سنه اعتزل من؟ رابح صقر عام 1402 رابح صقر مع الاتحاد ايوه عام 1402 طيب عام كم اعتزل؟ اعتزل عام ظهر على اخر 96 97 الله يبعدك غششناك وتعي الا كلامك هيا اقعد قال ميدك نواف 2002 وين لمه هو صدق ها وين لمه مع الاتحاد ظهير ايمن كان يلعب يغني يعزف يغني لا لا اطالع جو ضيف انت حقيقة انت انا بعطيك السامي لعيبه مثلا ابغاك تحط تشكيله عطني 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 لا ابغى احط تشكيله المنتخب من الاول والحين قوي يعني تشوفها اقوى تشكيله عطني عطني ما انا ابغاك تصنع بحط الحارس لا من شوف يعني اقوى لعيبه المنتخب من رايك من اول الى اليوم من أول من عصر محمد دعي عصر محمد دعي حارس 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 عزل من 11 قلوب الدفاع ولا من يعني يحط تشكيله رضا توكر اسامه هوساوي ولا سام مولد الاثنين كلهم بديلين بعض اظهره عبد الله الشهيل يسار ياسر الشهراني في عز الشباب طيب محاور الفرج ما ادري وين تروح دي و نحط محاور الفرج محاور وايد لكن احط محاور سعود كريري صانع لعب الفريدي حلو تعجبني ولا الشلهوب فريدي ممتاز جناح يمين والله كيف عزيز لعبة جديدة من فريدي استمتع اللعبة رغم انه ما يلعب اساسية احيانا بس والله استمتع اذا نزل ايوه جناح يمين واجد يعني يك هم مروق بلعب وقت مياض بلعب جناح يمين بلعب عبد العزيز الدوسري اللي كان مع الهلال الله يستر بلعب والله كثير طيب عبد العزيز الدوسري يمين يسار الفرق الثاني لا منتخب سعودي سوري هو صح يسار بحط سالم ممتاز يسار راس حربة بحط يوسف ثنيان ولا سامي جابر ولا يوسف يلعب هجوم؟ يلعب صانع كذا صانع جناح مهاجم ثاني والله ولعب ما تحطوا ثلاثة صانعين؟ ايه خلهم دك ثلاثة واحد هجوم هجوم من؟ هجوم لو ادري كلمناه ياسر قحطاني ياسر قحطاني يا صاحبي ولا مالك معاد والله تشكيلة حلوة ما بتحط أنا فعلا بحط محمد دعيع حلو بحط يمين يبديك تغير الحارس لا محمد دعيع قوي أنا تحط شو اسمه اللي كان مع الهلال شو اسمه الله يقلعه خالد شرحيلي شرحيلي لو انه استمر شرحيلي قوي وخالد ومبروك زايد قوي في وقته مبروك زايد لا
تعرف عبدو بشيسي؟ منو؟ عبدو بشيسي. ايه تعرفه؟ ايه واعرف شو اسمه المطوع شو اسمه؟ انا بحط تشكيله. حط خالد عشان ما تقلدني. حط خالد. خلاص بحط تشكيله على كيف. بحط عبدو بشيسي. حلو. بحط ظهيري من سعيد المولد. حطني انا وسط. اسرع انا وسط. لا ترى حرس شعله طويل. اسرع بدك رسمه يا اخي. الله يضرب. حط خالد شرحيلي. اصبر لا عبد بسيزي. حط خالد شرحيلي. ظهير يمين سيد المولد. اصبر الله يصيب عقيل بلغيث مع كامل موسى. كامل موسى ذا حط زسبه. عيد عيد والظهير عيد عيد كان مع النصر. لا شنو كامل موسى وعقيل غيث وحط الظهير اليسر ايش اسمه ذاك عدنان فلاته ابراهيم غالب نسيته ابراهيم غالب بحط محور وهي هي بندر البيشي ولا لا هو بندر ايش بحطه ويا بخشوين يا ابو سلمان ابو سلمان ابو سلمان والله اتحاد تو نتذكر عندهم وبحط جناح الايمن جناح الايمن عشان قد يسريع زيد واحد سريع حمد نور نسيته لا حمد خله حمد حق منتخب اخر حط الجناح الايمن ما له نجم منتخب ايش؟ ما له امام منتخب ولا يلعب يلعب مو بسعودي ايش وجه؟ ما بقول هو مو بسعودي انا اعرف داري لكن العب مع المنتخب لا لا انت صح صح لا بحط الجناح اليسر عبد الله الاسطى هادك عبد الله الاسطى لا حق حق الشباب حط الجناح اليسر لا هو ظهير هو بس بحط الجناح اليسر اصيبش جناح ظهير تحط الجناح والله اني نعم كذا دائما احط السوني جناح ليمون مالك مع احسن معاذ جناح حق الشباب كله لانهم سريعين يسددون بعيد خصمه حط ماجد مرحوم تخبره اللي صنع ابو شروق يا بادي لا تصنن بحط المهاجم سعيد ابو شراره هو شراره هو شراره خليهم يضحكون يا الاول واحد من العيال يا ما يدانيني احط تشكيله اذا حط تشكيله قال ما عندي بلعب معك الله يصيب الشيء لعبنا منتخب ولا لعبنا الحين اخذنا انديه الحين اقول اسوي حركات تركب اما ادخل اللعيبه اقول انا بلعب اللعيبه السعوديين بس انت تلعب دخل اللعيبه السعوديين اقول اهم شيء عندي لعيبه سعوديين افوز ولا خسر ولا احط واحد من الدفاع احط هجوم راس حربه يرتفع ضغط اللي هي يقول هذا ما عاد لدينا عمك ولا انت تخرب التشكيله بلاي ستيشن وش ضحكت عليه؟ بلاي ستيشن كل المستويات اللي راحت من 3 من 5 من ما ضحكت على ون؟ لا ون العائله الون خاب اللي حكت على واحده يناديك يناديك هذا يقول يا ناصر يا اهلي لا شباب قادسيه قلت لي وين انظر وايدك تعورك يا ناصر يا ناصر محمد على على امد لك على كنبه يا ولد حطنا عليها حقات الانديه على الانديه شغل اسمها شنو اسمها هذيك الوحده وقتها كان قوي الوحدة اذا مش شوي هذه يطلع صوره كذا صح صح ولا ايش ابغى غيره يعني الله يصيب ايش ولا ادري ايش ولا ابغى يربي اسمع ايش تشجع في اوروبا ولا بطاطس تشبه نادي اوروبي اوروبي ايه ازين في واحد ناس انا بعلم بالصراحه انا ما اتابع يعني كم تابعه ما تابع بس اذا عايز مثلا ريال مدريد العب مع برشلونه احب ريال مدريد عد كريستيانو معهم يعني عاد كريستيانو معهم احب لعب شوف مع اني في شباب احبهم ويشجعون برشلونه اذا انتم موجودين مع برشلونه تشجع برشلونه شباب من عندنا هذا من جماعتنا ولا راح شو هذا عودت على مدريد لا لا وش السبب وش السبب احبهم احب تشجيع من هم انا يقول لا تغرضوا بتيم عدو اذا جاوا في جبل شرا شجع الحين برجع راح يتشجع شكرا بيخفضوا لا خفضوا برشلونه ما تحب فيها
بس يلا احب ما تحب معجب في لعبه يعني هي يلا سبحان الله ترى اقول لك اني احب كره القدم كلعب احيانا برشلونه يجبرك انك تتابع غصبا يطق الكره طق خاص عادي ميسي معه طيب تحب مالكم كان مالكم يوم كان مع برشلونه انا ترى قليل يعني معرفتي والله اني جيت فلان سواريز ما ادري ايش اسمه كريه شوف اكثر ما اكثر لعيبه عرفتهم منهم لعيبه بنزيد يعني بنزيما كريستيان كروس طيب في لاعب مع البايرن في لاعب مع البايرن اذا عرفته مرمي منك اي وندسكي لا وندسكي لوفاندسكي وندسكي ترى لحقتهم عدم معهم ذاك ابو والثاني روبن وريبري والله ريبري ولوفاندسكي شقوا بس هذيك اخر ايام متابعات اي خلاص انتهى الله لا باقي والله يا رجل ويوفنتس يونس كمان من البيرو في واحد من عيالي يشجع قوي من البيرو يشجع فريق اطفال تحداك وش الفريق بس انه راح للبيرو ريحه وش الفريق اطفال الحين بعد من هو كل البزاز البيرو راح يروح الله راح الخمامة والله حلوة لا راح الله والله راح القوالة وين خمامة؟ علوة من مدريد لا مدريد سبحان الله اخر قوتهم يوم كان معهم بل ومدري اللي معهم بل ايش سوى كان يطق من طرف الكوره من طرف الملعب بالهرب 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 يروح يروح قريب يطلع يطلع قريب يطلع يخطم عليهم هناك كيف تتابعون؟ يا ولد متابعه من اول من واجد من اول يا محمد اول ما نزلنا هجره تدري وش اول كوره تابعتها؟ انا كان الكوره ذي مأكس عليها سبحان الله ما عندك ها؟ اي ما تدري مره ايش سوينا؟ كان عندنا سوداني سوداني يدرسنا والسوداني اللي يحب الكوره يعرف يلعب كوره يسوي حركات يمكن برجله يجي كوره يخبطها ينقلها يلعب حركات تلعب انا يمكن برجله سيقان صار تقول سيقان حاجه يخرج الكوره كذا ونحس منها لعاب كبير نطدي نطدي يروق الكوره يروح هلا انت كنت تلعب كوره؟ يا ضده يا رجال حق صقله هذا ايه هذا ينبرش حق صقله يا رجل سوق السلطان يعطونا حارتش عشان ما يزعل بس الله يسر قوه صافي يعطونا حارتش عشان ما يزعل يقول لي لعبتوني شوف انا صغير جاني واحد من العيال شافني مسكت الكوره شات الكوره يبغى يشوت الكوره شات رجلي اقول لعبت الكوره اقول سنين ما عاد لعبت طيب ويوم نزلتوا الهجره؟ خابني سالفه جبنا كورة عندنا كورتين عيال من الجماعة احنا اخوالهم جايين من البلاد جايين معهم كور حسب يقول جايين من مدريد لا جايين من البلاد معهم كور قال لهم كاتب حب اللعب يلعبون يعني جيناك النهار البل عندنا توها جاية احنا نلعب وبي سالح مع البل اول ما جاء عينا احنا نلعب ننطب الكورة والبل معشينا يدينا يدينا تعال 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 ابغى العب معكم كانهم ضاش وضاش قال تعال اخذ الكورة نزلها يا اخي نزل كرة ثانية ما ادري شو يسوي طلع الرداد يوم اخباه لا 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 تقول فطرة ثنتين طيب قد رحت محطة شريت كورة يا رجال حوالي من صار عوي سبحان الله نعوي قدام عفنا كورة ونقعد يوم نزلنا هجرة يحبونها العيال الشباب يقعدون يلعبونها تشبك فيها كذا لعب زين جوجو زين مو شيء في زيت نقعد فترة المهم تتخيل عندنا ايماني حارس الاقلمه عنده تلفزيون صغير يوم جاء مره اول جانا واحد من البلاد قاعد يتابع الهلال مع فريق الناخب الله في اسيا انا ما اعرف من الكوره كلها ولا اعرف شيء الا اسم ياسر القحطاني بس اعرف اسم ياسر كم كان عمرك؟ والله ما ادري كم عمري بس اني صغير ياسر اول زلنا هجرتنا قال لها يمكن متوسط يا متوسط ولا الابتدائي لا والله ابتدائي يا ابتدائي يا متوسط مالكم المهم ياسر 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 قحطاني ياسر قحطاني وسبحان الله تشبه باسم ياسر ما ابدا ايش ياسر ابغى اشوف على الشهرة ذي وش ياسر ذا قالوا يا اهلا جا العيال يتابعون عندنا واحد الله يكبر خير يحب الكوره تحمس معه المهم انه احنا جينا كل ما حكينا قال سكتوا خلنا اسمع ما خلينا نضحك ولا خلينا درينا في اهميه شيء في شيء وش تتابع قال هذا فريق الهلال مع فريق ثاني
والله انا اسوي قلت ياسر وين علموني بياسر روني بس اقعد اتابع بس الفريق الباقي تسلم الكره ما بس اهم شيء ياسر بيدخلوا سبحان الله من ذم بدا يحب الكره شوي شوي ليش الى لازم مباريات نجي عنده او نروح نشتري تلفزيون نقعد نتابع مباريات بس مباريات لا اخوان اخي صبار وعيال اللي احنا خالهم شوي سالم بن علي والشباب يتابعون الدوري كامل اذا قال اتفاق مع يضيقون علي قال اتفاق ولا الاتحاد وذا ما ادري بس الهلال متى يلعب يسولفون تصدر فلان يا ولد انا شغيبهم انا ابغى الهلال بس ابغى فتره ما اتابع الهلال كنت تلبس فينا رقع عليها رقم 20 لا ما متابع ما تلبس السروال ذاك بخيوط اللي بك مباراه شيء تمزح لا لا احنا في الهجره حتى بدال ما شرنا تعالي قال في بدنيه لازم تجيبوا حتى منو يلعبون بدون حطوا الدوري حطوا الكنادر هذيكم لزق ادرك لي يا سلطان حطنا تجي بعد السراميك ولا طبطاب طاق عشان احبوب طاق طاق ذاك له جديده حطوا دوري بين احنا في هذيك اللي مكتوب عليها هي حقه الخن هجره الخن هجره يبرين رحنا صوم صقعونا كان نقول ما نعرف نلعب نقعد اللي حارس الدفاع اللي يطق بالكوره الحاله حرام عليك سلم الفرج ولا بيه لعب عندكم لا جاء ثاني مره جانا في بداله على ايام ابتدائيه قالت انا افضل واحد ليه عشان الدفاع يا جيت الكره شوته برا بوس في الاصبع يقول والله يا الاظفر لا اشوف الكوره هذول يلعبون بثياب يا صح يربط ثوبه يحطه داخل السروال سلطان بالله كنت البس البدل كنت البس الرياضه تحت الدوري والله عندنا كان لكن قليل عندنا المهم يا سبحان الله تربدوا ها دولي يوم حبينا الكوره تشبقنا بقوه والله انك اذكر نركب الباص ونروح المدرسه مين من الصبح مين من الصبح كوره 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 نسولف كلنا الكوره عندنا واحد خابر يقلده ما يداني بدوي من يا جماعة يقول رجاك كوري وش الكوري كل ما نقول فلان فلان الكوري ذاك هي شون حسين كوري لا كوري وش الكوري سيون كمان كمان تشو حي كمان اللي بالشباب تعرف كازونا إيه كان أيابي لا عطري نقول فريق الأوروبي انا سبحان الله اشخاص من الاندية استمتع اللعبهم ولا استمتع اللعب الفريق مدريد كريستيانو وبنزيما اقول ربهم يدخلون جول حرام عليك ايه بس اقول لك مودريتش الفريق مع صلاح ابغى يربي يدخل جول بس والله ما استانس على صلاح بس صلاح فريق ساديو ماني لا ساديو عادي عندي ما يخبل الكوره ما في انا يو كارلو تعرفه؟ عطنا كارلو ما اعرف لا صار بلونه احب صالح لعبه بس ومن الفريق الاخر كان اخوي سيري روما روما تابع لا لا مركز لا لا الله يهب لك من تتابع؟ الفرق اقول تر ميلان سيميلان ممكن اتابع من يلعبوا مع فريق من ذولا بس انا راح مع راح جار الشباب عيال من الجماعه يتابعون كوره بس اقول خبر روني قد تقدر روني شنو خابره؟ اي كان يونايتد ما يشتري يونايتد انا ابي اشتري بس خلاص انت ذاك مو قلت تقوله دروكبا مو شو اسمه اي حق يونايتد شو اسمه؟ تعرف دروكبا باق 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 حقه باق باق اللي يشوت شو هذا لعبه زين وراشد فورد راشد فورد حق راشد فورد خل راشد فورد راشد فورد يقول لك الغازي راشد على بالاعداد والفورد على برا بالافق راشد فورد سريان علوم ولد مزوره طيب سلطان ممكن اسالك اسئله شخصيه سلطان عنده اي شخصيه هو اصلا كذا عشف قوي اقول لك من جام من قطر متغير الولد ابو قطر يا شيخ المهم اي هو يقول ابو وامه وكذا هل سلطان تجي الخبر والدمام تتمشى ولا انا قل انسان تمشي حتى رحت الدمام وين تروح من الدوام ارجع دام الدمام قلت دام فتح الدمام اجي عند عمي يا عمي الحين نروح محل قهوه الحين نروح ايش جوا كان انا بالعربي ابل اما عندنا هنا في البلاد يعني ما هي تمشيات وهي بلعب
كل مرة مع الجمعة فاصل دوري مع الجمعة مقاهي أحيان مقاهي يجي مقاهي محل قهوة كافيات مو كافيات يعني والله دمشي بتمشى بشرب كافي والله ما اروح الا خطوه مره مع احد من القهاوي العربيه ولا القهاوي ذي له مهيره ولا حب الدوين والله ودي جي جي قاعد يحب المهيرات مهيره ودي جي جي تلعب سوني طيب سؤال سلطان كافي اروح اتمشى رحت هجرة الجلد تمشى وين هجرة الجلد هجرة الجلد تعال هجرة حق الجلد انا ابو سالم محمد اخي وين هذه قلت عند الحشاء الله يصير هذا الحمر جات ام بي سي جات ام بي سي صورتنا هي ام بي سي ام بي سي ام بي سي هذا سائح الله ماشي انكم طالعين ام بي سي والله طلعنا انا وابو سالم ام بي سي حسبها وعدتنا اضربت قناه ام بي سي ام بي سي طيب سؤال سلطان اذا دخلت الكافي وش تشرب؟ كابتشينو مشروبي 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 تفضل قهوة شاحي كافي اي وش الكافي؟ الكافي طيب كافي كرك 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 فؤاد كرك في كافي سلطان في واحد عندنا ديوانية اسمه مجلس الحسن عند سوق ابو خمسة اي واحد واحد يبغى يسوي اعلان بس ما ادري محل محل انت كرك واحد من العبي كل مرة اشتراك كاتبت ايش لاتي؟ قلت ايش لاتي؟ هو ده من بنغالي هو اسف اذا دخلت طيب سؤال قد رحت مولات تتمشى؟ شوي وش وين؟ قليل اسعد الله نبي قلت اروح عندي غرض اول تمشي اروح تشتري بدال عشان قناة عشان قناة شريت جنس وامحق بدال يا شيخ امحق بدال صرفوك بها كويس الجروب دعمك اعطاك اطق الحلو يا رجال قالوا تعال طقني طالع ما اطلق من كل اسود في اسود هو اسود قلت لك انا والله يلعبوك باخذ النبي بعد يطق له لبس الجامعه هذيك والله ما قلت شفت جوابه طشت لقيت رصاصي قلت خذ رصاصي يا رجال لبس الجامعه جيت عنده رصاصي اعطاه سديري سديري ابيض جوله تكشخ من نهاية الجامعة هذيك اللي تحت الثياب السراويل انا زين انا ما بيب زين كان حق ابو ربيع خايسه الله يخليك يا سلطان طيب سؤال سؤال والله الناس لا تجيني سؤال هل اذا طلعت بالطقم ولا والله بحاول عندي واحد نكش يا اخي علمني طيب انا بهديلك جنس من محل فخم جنس وشو ها جنس نفس حق العيال لا هذا اسمه اوفر سايز اللي انت حولته في البث وش نفس حق نفس هو يفهم كذا نفس سروال علي الابيض اي متشقق سروال متشقق اي انا بجيب لك واحد لا متشقق منه اي بجيب لك ماركه نفسه قيمته 800 ريال قديم ما قديم هذا عارف ترى الجنس صار قديم الحين عطوا اوفر سايز عطوا ترنجات لا لازم يبدا من جديد بدل اللي جات من قبل قبل حلو تيشيرت كوت بس انا والله انا ودي ودي جده والله ذوقك سلطان على البشره ما يضبط عليك سلطان اقول له جيني جده اخذتك اطقم سويت لك تان تان مشكله متيم اقتان تان شبعان من الشموش الحسا هو متيم ربي متين اسمع تسمع انا متين عندنا يعني متين قبلنا انا اصحى مكسر اسمعني 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 بالله اذا مثلا سافرنا برا حلو بتطقم ولا تقول بالثوب؟ يقول بيطقم ما اشوف كاني مرتاح انا احيانا ارتاح بالثوب بارتك راكب علي اكيد اكيد صدقني حتى احيانا ارقد بالثوب حلال استانس لا لا ضعف النظر والله انا في ضعف النظر نظرة محمد طابقه على ضعف النظر مرة؟ شوف يا عبد الله زين اي لا لا بقص انت عندك نظرات؟ عندي نظرات في طريقة طيب دائما نحن ما بس الا بالقراية دائما نقرا نظري شفت ايش لا لا عشان كذا انا بسوي زي كذا عشان ما اشوف ملاحي الاسلمي أين كنت؟ من بعد البراهيم لا أنا عندك قصور نظر وأنا رجل بعيد لا أنا عندي بعد نظر أنا عندي بسأل من ناحية بسأل فارس أنا قلت للرجالة بس بعد شيء بسأل أسئلة حلوة وأنا بسألك لا بس عشان يخلص أيوه وتخلص الجنز يلا أسأل لازم ألبس شورت لا لبست الجنز تنبز مرات
معاي بالركب اي عشان يركب اسمع باللبس شورت حلو قام نصب لنا برا لبسك شورت وفلينا كت كذا وفلينا كت دباب بحري اسمع ونادفنك نادفنك في الجلة حقت البحر جلة جينا في جزيرة ونصلح دلة عشان البحر ترى ما يكره الا ليه البحر البحر تبني حطها في الجبيل عندنا اخواني كلهم على البحر بالفناتير جبيل صناعية ما دنيها أقعد شوي أهو أي حي شوف البحر صادق حطوا مرة قد الشباب وردين نجلس على الطرف بسوق سلطان قد بسوق ما تحب الماء اسمع عند الوزن سؤال لي سلطان وش هناك تجي اسأل يا سلطان السكن عند البحر مين بسؤال يعني رسمي مسألة كذا وش يلا أو يعني أنت تتابع كورة لا تابع كورة أتابع كورة تعرف كورة أحب الكورة مرة لأن في نظام لا لا سعودي يعني تعرف لعيبتهم يعني بس تعصب فينا كل ابغيك تشكل لي تشكيله ثلاث سنين ما من المنتخب السعودي شوف من القديمين القديمين من القديمين تابع كوره الى اليوم يعني افضل تشكيله لو تخلطت الاثنين يلا يوسف ولا شوف ولا يعني افضل سلطان مرت عليك شلون القديم والمولد دراسي دراسي مولد السعوديه والله تحسك مولد الجبيل ايه هو يتابع الكوره من 2004 حلو حلو السياره هذه صوت يعني بلا تتذكر اسيا الاتحاد 2005 خلاص انت ابغى تشكلهم من حالك ترى شباب انا بس اتابع الكوره من صغري يوسف ثنيان محمد انا تابعت 2007 سامي الجابر رتبهم الدفاع ياسر القحطاني محمد الشلهوب دقيقه احنا مش هذا انا اجي لازم اجيب واحد من عناد لك لا عبد العزيز الدوسري محمد نور عبد العزيز الدوسري عبد العزيز الدوسري نواف التمياط حط انت كله حط نص انا ابغى تشكيل 11 لاعب اه يا نواف انا ابغى 11 لاعب متيم فيه وانا صغير ما انا لعبت بالحاره كل... انا نواف التمياط ايه عبد عطيف اوف عيال عطيف عيال عطيف كلهم حطهم انا ابغاك تحطهم عند تشكيله 11 لاعب بس شوف يا سلطان انا ابغى تعطي تشكيله اي حط تشكيله من اشوف من قديم وجديد انا فيه لازم في اشخاص لازم بعدين نرجع وعقب تحط احتياط ولا احط منتخب انا في ثلاثه لازم احطهم يعني اول لازم لا لا عادي يعني حط تشكيله لازم احط نواف التمياط ومحمد الدعيع وخالد التماوي هذول لازم ثم يجون باقي الفريق الدعيع وش هو؟ الدعيع حارس حارس في مشكله خليني اقول لك حط انت الحين مدرب مدرب شوف انت مدرب اوزبكي كيع سلطان لا لا شوف قلحي قلحي حط من حارس الى هجوم حط تشكيله من قديم الى الان واشوف انه مسكته يعني كل واحد في وقت سوي انا اعطيت تشكيله قبل شوي انا اعتقد محمد الدعيع احمد الدوخي اوف سجينا والله ذكي سجينا منه دقيقه اقطع بالكار دقيقه لحظه محمد الدعيع احمد الدوخي اسامه هوساوي محمد الخلوي خلوي ما نحطيه ايسر خلوي متى لعب له؟ ما لعب له قديم لعب مع الاتحاد ليه ما تحط رضا؟ رضا تك لا والله بدل اخلاوي اشوف المنتشري ولا المنتشري والله اني قاعد راسي المنتشري المنتشري غير قول المنتشري حلو ظهير ايسر والله ان قلت عبد الله شهيل وبطين ايمن وان قلت حسين عبد الغني على وقته يقول زين حطيت عبد الله شهيل انا بس محور خالد عزيز اوف محمد نور نواف التمياط منو محور؟ لاعب الاتحاد خالد عزيز خالد عزيز محور حاله اني واحد ايه. حط مع سويت كريم قدامه محمد نور نواف التمياط نواف التمياط لعبوا اثنين مع بعض محمد ابن ملحم مدافع يمين هجوم والله شوف انا يوسف ما لحقت عليه طيب انت تحط محور واحد لكن اقدر اقول يمكن اقول لك سامع. افضل هجوم مره على السعوديه مالك معادله القحطاني انا اللي عصرته حلو اثنين بس انت في لاعب ناقص ليه برتقال انت حاطين اربعه حارس دياع اربعه واحد ثلاثه اربعه خمسه ست اربعه لا مع الدعاء خمسه مع الحارس وثلاثه كيف ثمانيه تسعه عشره انت حاطين نص عنده اجنحه هات هات محور واحد بس عزيز من اللي قدامه نواف محمد نور التمياط بس حلو بسألكم سؤال في لاعب بالنصر عصبي السحلاوي لا حسين
ها؟ حسين عبد الغني. حسين. حسين كان مع الاهلي قبل. طيب من الثالث طيب؟ انت حط محورين، قام حط محورين. حط مع والله ما ادري شوف اشوف انا اجيبهم ونقولهم العبوا ودبروا انفسهم. حط مع خالد عزيز لا حبيبي سعود كريم ما حطيت اجنحه. او حط محور واحد. ليه تبين يطيرون؟ حط اجنحه حط اجنحه. انا عندي تشكيله مثلا انا عندي تشكيله ناقص واحد 10 لعيبه فلان فلاني وفلان سالم الدوسري حط الدوسري دقيقه انا عندي سؤال استريح بعد ابو ملحم سؤال بالرياضه بمشي لا مو بالرياضه انا بحط في المنتخب ما احب الكوره والله ترى حط انا سالم يا ولد انا فيني اصابات ايوه حط انا سلوم وسالم بلاش تمنع انت والله بلاش سلوم دي خويه اسمع سالم خويه اسمع بحط سلوم ودي خويه سالم نصر هو ناصر الدوسري وعزوز له عبد العزيز الدوسري هذا من حضر الدوسري مو مهذل ومبارك من ما عنده مشكله يلعب والله صدق لا صراحه صدق لا هم يلعبون ورا شفتهم انت عيال ايه. بحط انا سالم صدق سالم بحط الشلهوب بحط قميص يدك قميص الله يقميص يدك خلاص قميص امشي امشي انا فرنسا بحط شهلو... شهلول شهلوب شهلول 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 هذا كان يا رجل خلنا صدق يا رجل خلنا حد ما بصدق كذا حد عاد يا سلطان دويحس خليك عند البلد كويس انا اقول لك غلابي لثمين عدو لي الشلهوب وسامي جابر وياسر القحطاني وسالم الدوسري ولي هامسون والسهلاوي والحارس اقول يا ما احلى ثوبره كان عليك بس اسمع وقميز فريدي ما حطيته فريدي وروبرتو كارلوس ما عجبني كارلوس اه ما عجبني بارد انا بارد معه خلاص انا بعطيك تشكيله من ناحيه وروبن هود انا عندي سؤال انا عندي سؤال ما دارت جاستن بيبر يا عيال انا عندي سؤال عندك سؤال وانا عندي جواب تفضل انا دائما عندك جواب انا ابي ابدا بك اول واحد حلو 24 متسابق سوي لي تشكيلة إعلامية من 11 لاعب تشكيلة إعلامية من 11 لاعب لا لا أنا ما الجواب اللي تقول عليه وينه ليه عندي جواب يلا عشان ثاني مرة ما ت إيش حمضة إيش حمضة لا لا بحطك لعيب شوف أنا دائما أتهرب تشكيلة إعلامية دقيقة دقيقة دائما أتهرب عن الأسئلة اللي تحرج لأني أنا صريح أنت عارفني تحت البث وش أقول صح الواقعية أنك تكون صريح تحت البث وأقول بث لا في ناس ما يرضى الصراحة أنا أتحمل الصراحة بس في ناس ما يرضى يا أخي ليش أزعل أنا قرأتك ليش أجرحه ليش ممكن ما يتقبل النقص طيب حنا ما زعلنا من أحد ما زعلنا من أحد أنت أسوأ مقدم إعلامي شفته في حياتي أنا إيه؟ عادي ما فهمت لأنك ما تزعل شفت عادي أقولها أنا لك بس في ناس ما عرف خطرهم والله صراحة أنا بيطلع من هنا خاطئ ما بمشاكل ما بخطر زعلان علي أنا ما أقدر احنا بالنسبه لنا مسموح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الخلافه قال هذا عمر الخطاب انا فارس عمر الخطاب عمر بن الخطاب يقول فيما معنى الكلام انه الا ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا عليك انا شوف انا جبت لك المعلومه جبت لك العباره هذه لا تناسب اجحدها لا والله بيض الله وجهك وانا اريد ان اخرج منه زي كذا خلا كذافا كفافا كفافا انت اعميتني بالسؤال هل حطب اعميتني يا مناح لانك انت الله يعميك عطنا سؤال غير عادي خلوا يعطينا تشكيله يا اخي الله يعطينا يا ربع انا طراح علي سالفه حلو مش وانا سلطان نسولف عن احياء الجبيل سلطان وانا طر علي قصه وبيات اي خلنا اسمع احط كل هذه بتشي هذا طال عماركم الاجال الجبيل ويدل فيها احياء كثيره جلمودة جلمودة الدفية الحويلات كراتير مكة من ضمن أحياء الجبيل وجبيل البلد والجبيل الصناعي من ضمن أحياء الجبيل اسم فيها حي بالجبيل الصناعي اسمه حي الكرامة صح يسكنون فيه نعم الكرامة عائلة الختلان يستهلون والله قصة الأبيات أنه أنا توظفت بشركة وكان والله أنا من الناس اللي أنحرج من كثر ما يومياً أو شبه يومي يدقون علي أما فيه غدا ولا عشر طرقي أما فيه غدا ولا عشر طرقي يعني ما يمر أسبوع إذا ما أقلط عليهم ثلاث أربع مرات أي والله لأن الشاعر ابن لسان لسان مجتمعه وللأمانة تمثلت بأبيات كفو في بيتين هم ساكنين في حي الكرامة
بالجبيل. فقلت احيان بس ما على اماكن ترى حيب ومنازل الختلان فيها علامه من كثر ما هم للطراقي مع عزيب حتى اسم حي البيت حي الكرامه. اكبر سعد والله انهم يستاهلون. انا طراهم قال مثل اللي فطرن عليه. مجنون هذا شعر حتى مجنون شعر هذا. الحمد لله اني عارف. ايش فيك؟ حتى حي البيت احيان بس ما على اماكن ترحيب ومنازل الختلان فيها علامه من كثر ما هم للطراقي مع عزيب حتى اسم حي البيت حي الكرام. حتى اسم حي عينك حي البيت حي عينك. اي والله راسك والله والله يبطي حي يرحم والديك. الله يطول عمرك. جعل يوم قبل يوم قال امين. جعل جعل افداك الردي. حسن الفارس تغير بس النظرات. حلو كذا صح؟ ولد صار عمره 55. هذا شخصيته ولد حلو بالنظرات. اسمع يا عيال انا رجل اقول الصراحه، ايش رايكم اسوي تشكيله؟ انا 55 ها اسوي تشكيله. يلا ما حد يزعل يا اخي والله هذه خاطره. يلا 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 والله هذه خاطره. تشكيله هذه بس ها انا ما اقول تشكيلتي وانتم تقولون لا. انا مالي دخل. لا لا احنا ما اقول لا هذه تشكيله اشكر رايك. لا تشاركوني به. لا يلا حط يلا حط يلا انت سلطان كيف. حط هذا انا اعرف. يلا 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 لا انا ما فهمت شلون تشكيله. انت تقول باحط تشكيله اختار 11 شخص من اصل 24 تشوفهم يعني في الاعلام اعلامي من الاعلام. ايوه طيب حط انت يلا ابدا. 11 اللي معي شب بالضبط اول شيء شب بالضبط ازعج انا. لا ابدا انت وانا ورا. انت تقول ابغى ابدا الحين تقول ابدا انا. وانت ما راح تسوون ما راح تفعلون فعاليتي. تدري انت ابدا حط علينا اللي بالجلسه ما نزعل. راح وهقه روح علي خليك ذكي. يوم انه ذكي انت ليش ما انت ذكي ولا انت شجاع؟ سبحان الله هذا تمشي على اسمك فارس. مكر يا فارس. انت تعرف مكري مكر اليمس. مكرك اليمس اسمعني اسمعني اتوقع انك عرفت النتيجه. ايوه اسمعني لا ايوه لا اطنك انت يوم سوي انفسكم. اسمعني انت تقول ابغى اسوي تشكيله. حلو سوي تشكيله ما حد منعك. كن جريء. ليش ما تكون جريء؟ انا ماني جريء محلبي. لازم اتعامل معاكم مثل ال خليك شجاع وجريء وقلت ولا انا مناحي ماني شجاع. اسمع لا تخليها في خاطرك وتقول ابغى اسوي تشكيله من الحين تقول ساعدوني. انت ما راح انت تقول ابغى اسوي تشكيله. كم 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 ليش ما تقول 11 يلا بدو احس انا ما نجح حتى انا ما ازعج قلت اسمع انت خف صممون علي تصيرون ضدي. يبغى يطلع والله ما فيها شيء. خلاص قول انت يلا انت قلها. طيب قول انت راعي الفكره عز الله انها تنحسب لحسابك. اي والله يا ابو احمد يا عز الله عز الله انك حط له بصمه في القناه بعد شاعر انت الحين مثلا يوم انك رحت القصيم واخترت خمسه حلو احد زعل عليك؟ يلا انا بعطيكم تشكيله. سؤالي محمد المنسري ما له دخل. حلو يلا خالد نواف الروقي. حلو هذول اعلاميين وشبيبهم. هذول اعلاميين اللي حاسين يوصلون لنا او في الشاشه بعد يلا بالذات الشاشه وكذلك يعني شكله اني بيركب على الملعب. يلا محمد المنسردي وكلهم يستاهلون بس محمد المنسردي نواف الروقي مناحي الاسلمي محمد طواله مازن الشمري فارس الحربي انس المطيري باسم راكان شو اسمه كم الحين كم؟ 10 محمد لا مو 10 10 كم عديت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ركان 10 بندر العلي 11 الشهر. طيب وانا وش كنت تزوجت؟ كذا انا شوف هذا ترتيب هذا 11 سويت انا شوف عيل الشمراني نرجع من جديد بندر العلي ركان السهلي تجاوز يا حبيب قلبي باسم ركان فارس مازن محمد طواله مناحي مزردي ونوف الروقي هذا توقعهم. يلا انا حتى روحي ما عديت لانك متبع اعلام يا سيدي. مهذب مهذب يا صاحبي من زاد البل من يا صلاح رعيبل.